أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الطاقة صالح خبري بلبلة وسط الصحة الطاقوية، وذلك بعد تكذيب منظمة الأوبك لتصريحاته حول الاجتماع الطارئ لأعضاء المنظمة، ما جعل مصداقية الجزائر على المحك خاصة استحوذها على مكانة هامة في عهد الوزراء السابقين. سوريا شعلال تفصل في الموضوع. مشاورات جارية، هذا ما نجم نقول لكم الآن، مشاورات جارية لاتخاذ القرار. لم تمضي سوى 24 ساعة فقط عن تصريحات وزير الطاقة الجديد صالح خبري بشأن فتح مشاورات لعقد لقاء استعجالي لمنظمة أوبك قبل اجتماعها العادي المقرر في ديسمبر المقبل، حتى خيبت منظمة أوبك ذلك على لسان اثنين من مندوبيها. تصريح القائم الجديد على القطاع وضعه في موقف لا يحسد عليه، ليتعدى فقدان مصداقيته إلى المساس بمصداقية مكانة الجزائر ككل في قطاع الطاقة دوليا. هذا الوزير عايش في خيال، أنا بكل احترام له الخطير اللي قال. احنا يخصنا ما المسؤول في مصداقية الجزائر، كل وزير قدام ما يتكلم يشوف المصلحة العليا للبلاد، يعني ما كانش لا غير يتعلق والكلام تاع الجزائر فرغ، يضحكوا علينا الناس. الجزائر التي كانت في الأمس القريب أحد مصادر القرار في الأوبك أيام شكيب خليل الذي قيل في حقه الكثير، غير أن شخصيته المفاوضة وعلاقته الدولية المهمة في المجال الطاقوي وضعه ضمن أكفأ رجال الطاقة منذ الاستقلال وبشهادة الجميع محليا ودوليا. ليليه يوسف يوسفي الذي صنع وزنا ثقيلا في الأوبك نظرا لخبرته الميدانية وكفاءته العلمية. هو قطاع خطير جدا، والذين تقلدوه واكبوا أزمات خطيرة، ولكن أقول لك بأن كل الذين تقلدوا مناصب وزارة الطاقة كانوا من أهلها وكانوا ممن يتحكمون في هذا المجال تحكما كبيرا. أيام شكيب خليل كانت الموجة التي واكبت تغيرات أسعار النفط في صالحه، ولكن في عهد يوسف يوسفي كان نوع من التخصص ومن التحكم الجيد في مختلف الاستراتيجيات. قطاع الطاقة الذي لطالما كان الجوكير المربح للجزائر، ها هي اليوم تصريحات الوافد الجديد إلى القطاع تهدد دور الجزائر في الساحة الطاقوية لتضعها من جديد في موقف خطير ومحرج يصعب علاجه. في هذه المرحلة هذه وفي عالم الطاقوي الدولي وفي المواقف اللي تاخذها البلدان والشركات الوطنية والمؤسسات، يعني عوم وعسقشك. كانت أنا أظن كانوا في سنوات لما كان موقف الجزائر كان قوي. ليبقى السؤال مطروحا، هل خسرت الجزائر فعلا برحيل شكيب خليل ويوسف يوسفي وآخرون؟